أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل خير. سنتحدث اليوم من قانون الصحة العامة عن الفصل الرابع في سلامة الأغذية. سلامة الأغذية باب متخصص من أبواب قانون الصحة العامة، يحمي الغذاء ويسن القوانين التي تحافظ على سلامة الغذاء وتداول الأغذية وتناولها، وكذلك الأمور التي تتعلق بالحفظ والنقل والتشريعات. كمقدمة، تشكل الأغذية الغير مأمونة والغير محفوظة أخطار صحية عالمية النطاق، وتهدد كل فرد من أفراد المجتمع. أكثر الفئات المعرضين للمخاطر بوجه خاص هي فئات الأطفال الرضع وصغار الأطفال من دون سن المدرسة، وأيضا الكبار السن والأشخاص المصابين باختلالات فعلية. يصاب سنويا في حدود 250,000 طفل بأمراض الإسهال التي تؤدي بحياة ما يقارب 100,000 طفل سنويا في مختلف بلدان العالم. هنا توجد الأغذية الغير مأمونة، تجعل هناك في يعني وجود حلقة مفقودة ومفرغة من الإسهال وسوء التغذية للممارسات الخاطئة بالنسبة للأمور التغذوية التي يتم اتخاذها أو تناولها من أغذية خارج نطاق السلامة الغذائية، مما يهدد الحالة التغذوية للناس ضعفاء المناعة. وحيثما يغيب هذا الأمن الغذائي أو السلامة الغذائية، يجنح الناس أو يتجه الناس إلى التحول نحو نظم غذائية أقل صحة. والمقصود هنا بالأمن الغذائي يعني القانون الذي يحمي الغذاء ويمثل الأمن الغذائي في المجتمعات كقوانين. يستهلك المزيد من الناس الأغذية الغير مأمونة، الغير مراقبة، الفاسدة أحيانا أو الخطر على الصحة، والتي تشكل بمجملها الأخطار الكيميائية والميكروبيولوجية وغيرها من الأخطار الموجودة فيها. تشكل هذه المخاطر كلها مخاطر على الصحة العامة للناس. حيث أكد مجددا المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الذي عقد في إيطاليا بروما في شهر نوفمبر 2014 على ضرورة وأهمية السلامة الغذائية في بلوغ مرحلة تحسين تغذية الإنسان من خلال اتباع جميع نظم الغذاء الصحي. وبهذا فإن تحسين السلامة الغذائية يؤدي بالتالي الدور الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات. وينبغي هنا أن تجعل الحكومات مسألة السلامة الغذائية وفرض قوانين لسلامة الغذاء من أولويات أعمال الحكومة بما يتعلق بالصحة، حيث إنها بدورها الحكومة تطلع بدور محوري أو يكون لها وضع محوري في وضع السياسات والأطر النظامية والتنظيمية وإنشاء وتنفيذ نظم السلامة الغذائية التي تضمن أن يعمل وينصاع منتجو الأغذية وموردو الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية بصورة مسؤولة، وأن يمد المستهلك بأغذية مأمونة. الغذاء يمكن أن يتلوث في أي نقطة من نقاط عملية الإنتاج، من أي نقطة من عملية التوزيع، أي نقطة من عملية التغليف والتحضير، والمساواة ما بين هذه النقاط في التلوث هنا تصبح الكارثة بشكل أكبر. تقع المسؤولية الرئيسية عن ذلك على عاتق منتجي الأغذية، ومع ذلك نسبة كبيرة من الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء هنا يتم التسبب بها أغذية تم إعدادها، هذه الأغذية تم إعدادها أو مناولتها بشكل غير سليم في المنزل أو في المؤسسة التي تخدم في مؤسسة الخدمات الغذائية أو في الأسواق. ليس كل القائمين على مناولي الأغذية ومصنعي الأغذية ولا كل المستهلكين ممكن أن يدركوا الأدوار التي يجب أن يقوموا بها والأوجه التي يحموا بها منتجاتهم الغذائية من التلوث، مثل تطبيق ممارسات النظافة الصحية عند شراء الأغذية، بيع الأغذية، تحضير الأغذية من أجل هدف واحد وهو حماية صحة هؤلاء الناس وحماية صحتهم طبعا،
وصحة المجتمع المحلي عموما. ينص القانون هنا في المادة رقم 16 والتي تعنون بتقديم معلومات تتعلق بسلامة الأغذية في باب الأغذية في مادة القانون. المادة رقم 16 تنص على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها، يجب عليهم تزويد وزارة الصحة خلال مدة محددة بما يلي: يجب أن يزود المصنع والمورد التركيبة الكيميائية لتلك المواد الغذائية، محتوى المادة الغذائية من تكوينات وتركيبات كيميائية حتى يتم متابعتها في التحاليل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع. طريقة تداول واستخدام هذه المواد الغذائية يجب أن تكون واضحة، هل تحتاج إلى تبريد، هل تحتاج إلى تجميد، هل تحتاج إلى إعادة طهي، هل تحتاج إلى معاملة خاصة بالنسبة للتداول. نمرة 3، يجب على الموردين والمصنعين أن يزودوا الوزارة بعينة من هذه المواد حتى يتم تحليلها، عينة من هذه المواد لكي يتم تحليلها ومطابقتها بأنظمة ومواصفات السلامة المحلية أو الدولية، ومطابقة ما هو مكتوب على المنتج من خلال التحاليل التي يتم عملها في المختبرات والفحوصات. نمرة 4، في المادة 16 أي معلومات أخرى تتعلق عن المواد الغذائية ولها علاقة بالصحة العامة والضرر المباشر على الصحة العامة وعلى أفراد المجتمع، يجب أن تزود هذه المعلومات وتستخرج من المصانع المصنعة للمواد الغذائية وتزود بها وزارة الصحة ويكون على علم ودراية بها. المادة رقم 17 وهي مادة مراقبة الأغذية، تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع كل الجهات المختصة ذات العلاقة وهي وزارة الصحة، وزارة التموين، المختبرات المركزية التي لها علاقة مع وزارة الصحة بالتنسيق بمراقبة الأغذية في أثناء التداول والتناول، كما وعليها مراقبة الأغذية أي الوزارة المستوردة عند وصولها إلى الدوائر الجمركية على المعابر، ولا يجوز السماح لهذه المواد الغذائية بالدخول إلى السوق المحلي إلا بعد موافقة الوزارة، وتأتي هنا موافقة الوزارة بعد تلبية الشروط الأربعة السابقة في السلايد اللي قبل كده وظهور نتيجة التحليل وسلامة والتأكد من سلامة الغذاء بحسب المواصفات. نمرة 2، مراقبة الأغذية المنتجة في السوق المحلي داخل أماكن التصنيع وتجهيز هذه المواد الغذائية في داخل المصانع، إن كان هناك إعادة تدوير أو إعادة تعبئة أو إعادة تصنيع أو إعادة تكرير، وهنا يأتي تفسير هذه الفقرة أو هذا الفرع من المادة 17، المواد المنتجة محليا داخل أماكن تصنيعها في المشاغل والمعامل والمصانع وأماكن تجهيزها. يأتي هنا القانون ويفسر المادة رقم 18 من هذا الباب ويحذر تداول الأغذية الغير صحية، يحذر هنا في حظر على تداول الأغذية الصحية إذا كانت هنا الأغذية مخالفة للمواصفة. المواصفات هنا بالمناسبة يوجد في نظامنا الفلسطيني ما يسمى هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التي تضع مواصفات الأغذية وشروط الأغذية، أي مخالفة لها تعتبر هنا الأغذية مخالفة للقانون ويحظر تداولها. أيضا إذا كانت الأغذية مخالفة للشروط المحددة من قبل وزارة الصحة من ناحية التداول والتناول والتخزين والتعبئة والتغليف والنقل، أيضا كل هذه الأمور إذا تعتبر مخالفة للقانون فيحظر تداول الأغذية. إذا الأغذية وقع بها غش على نحو يغير من طبيعة وخواص الغذاء ولونه وطعمه ورائحته وشكله وحجمه والأمور الفنية الأخرى، إذا كانت الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أيضا يحظر تداولها.
المادة رقم 19 عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي. يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا تطابقت أحد الشروط هذه الأربعة به. إذا حدث أي تغيير في الخواص الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة أو اللون أو الشكل، فيعتبر هنا المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي كما تنص المواصفة أو كما ينص القانون. اثنين، إذا ثبت بالتحليل، التحليل المخبري، تحليل العينة اللي أخذنا إحنا عينة من الغذاء وحكينا أنه يجب على المورد أن يعطي وزارة الصحة عينة من المواد الغذائية التي يتناولها في السوق المحلي. إذا ثبت بالتحليل حدوث تغيير في التركيبة الكيميائية أو إضافة مواد كيميائية غير مسموح بها على الغذاء بغرض تلوينها أو حفظها وإكسابها الطعم والرائحة أو اللون المبتغى من قبل المورد، ولكن هنا مخالف للمواصفة، أو تلوثت الأغذية بأحد الملوثات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية واكتشفت بالتحليل وثبتت بالتحليل، فإذا يمنع تناول هذه الأغذية وتعتبر من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. أيضا إذا كانت مدة الصلاحية منتهية وفقا للتاريخ المدون على المنتج الغذائي، إذا سبقت المدة الغذائية أو المدة الصالحة للاستخدام، فيعتبر الغذاء فاسد ولا يجب استهلاكه من قبل الناس. نمرة أربعة، يتم تداول الغذاء في ظروف أو بطرق غير صحية، يعني مثلا يتم تناول الأغذية أو تداولها في السوبر ماركت أو الماركت أو السوق المحلي بطريقة غير صحية من ناحية التخزين أو الحفظ أو التبريد أو التعرض لأشعة الشمس بفترات طويلة ثم بيعها للمستهلك بظروف غير آمنة وغير صحية كما ينص عليها القانون. مادة رقم 20، المنتجات الغذائية الضارة بصحة الإنسان. هناك مواد منتجات أو مواد غذائية ضارة بصحة الإنسان، ويعتبر المنتج الغذائي متى يكون ضار بصحة الإنسان؟ إذا تطابقت فيه أحد الشروط الأربعة التالية. إذا كان الغذاء ملوث بالميكروبات يعتبر ضار بصحة الإنسان، أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها من الكيميائيات التي ممكن أن يتلوث بها الغذاء أثناء تخزينه أو حفظه أو تصنيعه، على نحو من شأن هذه الملوثات كلها إحداث المرض للإنسان وإصابة الإنسان بالأمراض المختلفة، هنا يعتبر هذا المنتج الغذائي ضار بالصحة. إذا كان المنتج الغذائي من أصل أو مصنع من حيوان نافق أو مصاب هذا الحيوان بأحد الأمراض التي تنقل العدوى إلى الإنسان، يعتبر الغذاء ضار بصحة الإنسان. إذا كانت عبوة هذا الغذاء تحتوي على مواد ضارة بالصحة، العبوة نفسها عبوة الحفظ تحتوي على مواد ضارة كيميائية يتفاعل معها الغذاء، فيعتبر الغذاء هنا ضار بالصحة ولا يصلح لتداوله من قبل الناس. إذا آخر مادة آخر فقرة نمرة أربعة، إذا احتوى الغذاء على أو المنتج الغذائي على مواد ضارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة غير مصرح بها أو ملونة غير مصرح بها أو غيرها والتي من شأنها إحداث المرض بالإنسان، يعني هناك بعض المنتجات الغذائية يضاف لها المواد الحافظة أو الألوان ولكن بصورة قانونية صحية ومثبت أنها غير ضارة للإنسان، ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة، ولكن إذا اكتشف في التحليل أن هناك مواد حافظة أو مواد ملونة أو مواد مكسبات نكهة أو طعم أو غيرها والتي من شأن إحداث هذا المرض بالإنسان، فتعتبر المواد الغذائية أو المنتجات الغذائية ضارة بصحة الإنسان ولا يجب تناولها أو تداولها في السوق طبقا لتعليمات القانون في هذه المادة رقم 20. المادة رقم 21، يجب الالتزام بالمواصفة والشروط المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبالتنسيق مع وزارة
الصحة. إذا مؤسسة المواصفات والمقاييس هي ورد اسمها هنا في المادة رقم 21، هي التي تصدر الفنيات والتعليمات والشروط والتقنيات التي يجب على مصنعي ومنتجي الأغذية الالتزام بها، وهذه التعليمات الفنية إلزامية لا يمكن المناقشة فيها أو الانقاص من أهميتها. فهي كل المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشروط أيضا منسقة مع وزارة الصحة، إذا تمت مخالفتها يعتبر الغذاء ضار ويعاقب من عمل هذا الاختلاف أو تسبب به. مادة رقم 22، ترخيص تداول الأغذية الخاصة. هناك في أغذية خاصة، إذا حكيناها فاكرينها حكيناها في أول الباب، في أول المادة، يحظر تداول الأغذية الخاصة والإعلان عنها إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة والحصول على تراخيص من وزارة الصحة بتداول هذه الأغذية وبطريقة إعلانها أيضا من الوزارة، يعني زي الأغذية بتاعت الحليب، الفورمولا الخاصة بالأطفال أو ذوي الأمراض الخاصة التي ينتج لهم أغذية خاصة يتناولها، وخصوصا مرضى الأمراض المزمنة. هناك نفقات للتحليل، نفقات التحليل المخبري الذي يجري للفحص عن مخالفات أو مواصفات المادة الغذائية، يتم تحمل هنا هذه النفقات من قبل المستورد كما ينص القانون. يتحمل المستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينة عند دخولها إلى المصنع، إلى المعبر أو إلى مكان التداول أو السوق، قبل طبعا هنا إخراجها للناس. يتحمل مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تؤخذ عند التصنيع ويدفع حقها للدولة، والدولة هي اللي بتعطيه شهادة حسن الإنتاج، وبالتالي يصرح لمنتجات هذا المصنع الغذائية. إذا دفع هذا المنتج نفقات التحاليل فيصرح له طبعا مع النتائج الإيجابية الجيدة والسليمة ببيع المواد الغذائية في السوق. مادة 24، منع المصابين من بيع الأطعمة أو المشروبات. المصابين بأي أمراض، لا يجوز الترخيص لأي مصاب بأحد الأمراض المعدية الشائعة في قانون وزارة الصحة التي تحددها هنا الوزارة في قائمة خاصة. يمنع على هؤلاء الأشخاص ممارسة حرفة بائع أطعمة أو مشروبات. عشان هيك كل من يتناول ويتداول ويبيع الأطعمة في الأسواق، سواء كانت رسمية أو شعبية، يجب عليه الحصول على موافقة وزارة الصحة، اللي هي اللي احنا بنسميها مجازا شهادة الخلو من الأمراض، أو شهادة الصحة بالخلو من الأمراض لمصنعي وبائعي ومنتجي الأغذية، وخصوصا الأماكن الشعبية والأماكن المطاعم التي يتم بيع المشروبات والأطعمة فيها. مادة 25، فحص عينات من المواد الغذائية أثناء تداول الأغذية. يحق للموظف المختص من وزارة الصحة، طبعا هنا نقصد المفتشين، مفتشين وزارة الصحة وأيضا مفتشي وزارة التموين، يحق لهم فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها. يعني ممكن يروح على السوبر ماركت أو المصنع أو أي مكان يوجد به مواد غذائية معروضة للبيع، أن يأخذ عينة أثناء التداول ويتم فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض أو مطابقتها للمواصفات كما ذكرنا. تؤخذ هذه العينات المشار إليها في الفقرة السابقة هنا رقم 1 وفق اللوائح الخاصة بذلك والصادرة بمقتضى القانون. اللوائح الخاصة طبعا لها شروط هنا أخذ العينات، ممكن تكون عينات عشوائية، ممكن تكون عينات منتقاة، أو ممكن عينات جرى عليها شكوى من قبل مواطنين في سوء الاستخدام، أو بالقانون ينص هنا على كيفية وآلية محددة بجمع هذه العينات وبالتالي تحليلها والالتزام بهذه الفحوصات. أثناء التداول يصرح لمتداوليها بعد ذلك الاستمرار في عملهم. هنا في مادة رقم 26، إجراء تحليل العينات.
يجب أن تجري تحليل هذه العينات اللي إحنا بالطريقة اللي حكينا عنها وفحصها في مختبرات فقط تحددها وزارة الصحة ومعترف فيها ومرخصة لذلك. هذه العينات يجري تحليلها فور ضبطها وجمعها من المصادر الخاصة بها على حسب المنتج، ويعلم صاحب الشأن هو صاحب المصلحة، صاحب المصنع، صاحب المنتج بنتيجة هذا التحليل في موعد لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ ضبط العينة أو من تاريخ جمع العينة للتحليل. مادة رقم 27، إتلاف المواد الغذائية المخالفة. إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل المخبرية أن العينات التي تم جمعها وفحصها من المواد الغذائية المصنعة أو التي تنتظر على المعابر مخالفة، إذا ثبت أنها مخالفة للمواصفة أو الشروط الخاصة بتداول الأغذية، أو أنها ثبتت أنها ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أغذية مغشوشة، هنا تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهنا الجهات المختصة وزارة الزراعة وزارة التموين والبلديات، باتخاذ التدابير اللازمة لإتلاف المواد الغذائية التي أخذت منها تلك العينة على نفقة من يتحمل المسؤولية عن ذلك، وهو هنا المنتج أو المصنع أو المورد أو المستورد، بيدفعوا الغرامة وبيدفعوا نفقات إتلاف وفحوصات هذه الأغذية، ويوجه لهم المخالفة والإنذار والتعهد بعدم تكرار هذه الأمور مرة أخرى، وإلا ممكن إغلاق المنشأة الغذائية التي تصنع الغذاء هنا إذا ثبت تكرارها لهذه المخالفات. مادة 28، التعاون مع الموظف المختص. أوصى القانون هنا في هذه المادة أن كل من يتناول ويتداول الأغذية ويصنعها، إعطاء الموظف المختص من وزارة الصحة ما يطلب هذا الموظف من معلومات عن المواد الغذائية أو عينات أو الكمية التي يريدها التي تمكن من تأدية عمله تنفيذا لأحكام هذا القانون. يعني يجب مساعدة الموظف بتنفيذ عمله وتأدية عمله على أكمل وجه، وعدم إعاقة عمل موظف التفتيش الذي يجمع العينات ويراقب تداول وتصنيع الأغذية في المصانع حفاظا على صحة المجتمع. مادة 29، تضارب المصالح. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينتدب أو أن ينتدب أي موظف من الوزارة، وزارة الصحة، للتفتيش في منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأي مهنة أو حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية. يعني ممنوع مفتش الأغذية يكون له أقارب ويروح يفتش على مصنع هؤلاء الأقارب أو هؤلاء الناس الذي ينتمي إليهم، أو بالذات الأقارب من الدرجة الأولى يمنع. كذلك أيضا مباشرة أي مهنة أو حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية، يعني ممنوع يكون مصنع أغذية، ممنوع يكون مستورد، ممنوع يكون له علاقة بالتفتيش خارج الوزارة. أيوه، فقط مفتش الوزارة في داخل الوزارة للوزارة ولمصلحة السكان، وهنا تضارب المصالح مخالف للقانون. مادة 30 الأخيرة، التصرف بالمواد الغذائية المضبوطة دون إذن بذلك. دون إذن يعني من غير السماح بهذا الكلام. لا يجوز إخفاء المواد الغذائية التي يتم ضبطها وفق القانون أو تعديلها أو التصرف بها بأي طريقة كانت. يعني المواد الغذائية المضبوطة الفاسدة التي لا تصلح لصحة الإنسان وتم ضبطها وفقا للقانون، لا يجوز إخفائها ولا يجوز التحفظ عليها للتخزين وبيعها مرة أخرى أو إخفائها عن السوق من السوق، أو إجراء التعديل عليها، أو أن تباع بطريقة غير مباشرة بأرخص ثمن أو برأس المال. لا، هنا يجب إتلافها، يجب إتلافها ويمنع إخفائها أو تعديلها أو التصرف بها بأي طريقة كانت.